رح اترك كل شيء كان سيء، رح اترك السلوك السيء. بدي اترك رفقاتي البشعين واخذ كل شيء حلو وحب بابا وماما. اكيد الشيء الواحد اللي مر عليه هيك مثلا شوي هيك شغلات احزان هيك وجع راس بيقولوا شيء هيك مر عليه الواحد بيعود هدول بده ينساهم، بده يتذكر كل شيء لحظات حلوه وفرح هيك مريت عليه وشو شاف بال 2018 يعني. ورجعت الشام تألقت، رجعت الشام بآسيونا ببردة بالعالم بعجلة العالم يمكن مثل ما شفته بالطريق. هذا أهم حدث صار فيها يعني، وبتصور يعني إنه كل العالم هذا الحدث مهم بالنسبة لهم. يمكن لاحظتوا إنه هي أول سنة من 8 سنين العالم بتعيد عيد برا بيوتها بفرح بحب. رح أخذ كل الناس اللي بيحبوني وبحبهم، أولادي وعيلتي ورفقاتي. رح أترك فيها كل شيء بكيته وزعلت فيه، والحرب اللي برقت علينا أكيد نحاول ننساها، ونتمنى 2019 تكون أحسن بكتير. هلا مو تركت، بس عرفت كتير شغلات، عرفت كتير عالم. هذا الشيء خلاني بعض عالم حبهم وبعض عالم اتركهم. رح اترك فيها كل شيء وجع وكل شيء قسى حسيناه يعني، ان شاء الله السنه الجايه رح تكون احلى بكثير باذن الله. صفه سيئه حيوانه الله وكيلك، باذن الله بال 2019 هيك رح تكون احسن. رح اخذ هوايتي اللي فتت فيها ب 2018، ورح اترك كل شيء كان سيء يعني. رح اخذ فيها كل شيء حلو، رح اترك لها كل شيء كنت ضعيفه فيه او ما فيه. رح اخذ من 2018 كل تحدي لحتى اكون اقوى، رح اخذ منك الفرحه لحتى اكون اسعد. احسن شيء يترك الواحد انه اي شيء ما حلو ينساه ويتفائل بالسنه الجديده. رح اترك فيها الذكريات الحلوه. بدي اخذ حب ماما وبابا وخليني اياهم. رح ناخذ محبه بابا والماما. بترك المقاسي كلها سوا. رح تاخذ منه عبره.